الأستاذ عبد الهادي الخواجة النظام ينتخب منه أمور عديدة. الأستاذ بجسده النحيل بسلميته اللامتناهية قد حصر النظام في الثارية الضيقة الحرجة. هو من أطلق شعار تنحيا خليفة عبد الهادي الخواجة الذي أسس ثقافة الحقوق. اسألوا العاتلين، اسألوا المحرومين، اسألوا الفقراء عن عبد الهادي الخواجة، كلهم يعرفونه. واليوم يوم الوفاء، يوم رد الإحسان. عبد الهادي نور العالم، الشعب المحرم. نأكد عليكم إذا حابين تعيدون الذكريات المكان مكانكم، وإذا حابين تفترشون الأرض للصلاة الأرض طاهرة، وإذا حابين تتوجهون لأي مكان خلينا يد عليكم. الكل إحنا مستهدين، ولكن إخواني نحن نستطيع إلينا إخواننا في مسيرة عالي لعل يريدون يلتحقون ابنه، فننتظرهم. كل هدفنا واحد، قضيتنا واحدة.